بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أبدأ بإدانة هذه الطريقة التي يتعامل بها الجيش وتتعامل بها الشرطة مع المواطنين المصريين، ندين هذه الطريقة في التعامل، وندين قتل المواطنين بهذه الطريقة، ندين حرق الخيام وحرق الجثث وقتل المصابين، ندين كل هذا بشدة ونرفضه، بل ونجرم ونجرم أصحابه. وأقول للمسؤولين: ماذا تتوقعون من الناس بعد ذلك؟ ماذا تنتظرون من أهالي القتلى؟ ماذا تنتظرون من أهالي الجرحى؟ ماذا تنتظرون وماذا تتوقعون بعد كل ما حدث؟ وأتساءل: لماذا تم اختيار هذه الطريقة في فض الاعتصام بالقوة، مع أن البدائل كانت موجودة؟ فض الاعتصام بطرق سلمية، البدائل كانت موجودة، لماذا تم اختيار هذه الطريقة بالذات للتعامل مع المواطنين؟ وأقول للمسؤولين: أنتم تتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية. وأقول لهم أيضا: أنتم تحرقون الوطن، أنتم تحرقون الوطن بهذه الطريقة في التعامل، نرفضها من الآن وإلى الأبد، لا تعاد ولا تكرر أبدا. الطريقة هذه، العنف لا يجلب إلا العنف، السلاح لا يوجه إلى صدور المصريين وإنما يوجه إلى صدور الأعداء، السلاح لا يوجه إلى الداخل وإنما يوجه إلى الخارج. كل هذه كلمات وتعبيرات يجب أن تقال. وأقول أيضا للكل والكافة والجميع: كفى تصعيدا، البلد ستحترق، البلد ستخرب، ستدمر، كفى تصعيدا. هذا نداء لكل الأطراف. أنا أتوقع الأسوأ،
والمفروض ألا أقول هذا الكلام، بشروا ولا تنفروا، ولكن للأسف الشديد أتوقع الأسوأ، أتوقع بل أوقن وأجزم أننا سنتحول إلى العراق، إلى ما يشبه العراق، وسنتحول إلى ما يشبه الأحوال في سوريا. لا أقول هذا للتخويف وإنما للتعريف. جاء في الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على هذا لحم أبي هريرة ودمه. انتهى الحديث في صحيح مسلم. النبي تكلم عن العراق، وتكلم عن الشام، عن سوريا، وتكلم عن مصر في حديث واحد بنفس الترتيب: منعت العراق درهمها وقفيزها. الدرهم العملة الفضية هذه، والقفيز مكيال أهل العراق، أصغر مكيال لأهل العراق. النبي يقول: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها، مكيال أكبر من القفيز، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. نفس الطريقة اللي حدث في العراق يحدث في الشام ويحدث في مصر. وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على هذا، على ذلك، على هذا الكلام، على هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم أبو هريرة ودمه. منعت العراق درهمها وقفيزها. العراق لما تمنع الدرهم معناها أنها تمنع الشراء، طالما منعت الدراهم من الخروج. العراق بلد، لما يمنع الدرهم والدراهم يعني مش هيشتري من الخارج. نسميه هذه الأيام وقف الاستيراد، وقف الاستيراد. الدرهم بيستورد به، بيشترى به، يعني وقف الاستيراد. اللي أي دولة بتستورده؟ الأجهزة، الآلات، المعدات، الأدوية، الملابس، حتى أنواع من الغذاء والطعام. منعت العراق درهمها، مش هتشتري. وقفيزها، القفيز المكيال يعني الوارد، يعني مش هتصدر، التصدير. لما تمنع المكيال، مكيال الطعام، يعني مش هتصدر، يعني مش هتجيب فلوس. ما التصدير بتبيع حاجة عشان تجيب فلوس، فلا هيجي لها فلوس ولا هتشتري بالفلوس، لا في استيراد ولا في تصدير. وهذا ما حدث فعلا مع العراق على مدى 10 سنوات، سنوات الحصار من 93 ل 2003 حتى بدأ الغزو الأمريكي للعراق. المقصود هذا حدث ومر. وأيام هذا الحصار قلت في بعض المساجد: الدور على سوريا، قبل ما يجي الدور على سوريا، لأني عندي يقين، عندي الدليل، عندي كلام الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، انتهى الموضوع. قلت الدور على سوريا، ومرت السنوات وجاء الدور على سوريا أيضا، وسوريا الآن تحت الحصار، سوريا الآن تحت الحصار أيضا. جاء الدور عليها، وأقول جاء الدور على مصر، الدور على مصر. لم يبدأ الحصار وسيبدأ، لم يحدث الحصار وسيحدث، الدور على مصر. والآن يجرى تمهيد للأحداث والوقائع حتى يفرض الحصار على مصر، والحصار قادم. ده موضوع منتهي، إنما السؤال: لما هيحصل الحصار على مصر، هل هيحصل معاه نفس الأحداث؟ يعني في قتال داخلي مع الحصار، الحصار قادم،
والنبي لما تكلم عن الحصار لم يتكلم عن الأحداث الداخلية. صلوات ربي وسلامه عليه تكلم عن المحصلة النهائية، المشهد الإجمالي، لا استيراد ولا تصدير، حصار. منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. وكلمة إردب ما يعرفها الرسول إلا عن طريق الوحش، هذا مكيال معروف، كان هذا هو السائد في ذلك العصر والزمان. ولو نقل إليه فالنبي يتكلم بيشرح، يشرح للحاضرين في ذلك الزمان، تمنع مصر إردبها ودينارها. الإردب المكيال، المكيال اللي المصريين بيكيلوا بيه، المكاييل، التصدير، الطعام وغير الطعام، التصدير يقف، والدنانير تقف، ما في تصدير ولا استيراد. وتبقى الأحداث الداخلية تعرفونها، معاناة، الناس تعاني، الشعب يعاني، كما يعاني الناس في العراق، أو كما عانى الناس في العراق، وكما يعاني الناس في سوريا. إنما السؤال، الحصار كما ذكرت منذ قليل، قادم، ده هيحصل، هيحصل، إنما هيحصل حصار فقط، ولا كمان قتال داخلي زي العراق، سنة وشيعة وغيره، وقتال داخلي زي ما بيحصل في سوريا، هل هيحصل قتال في مصر؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل سيحدث تدخل خارجي عسكري مع الحصار كما حدث مع العراق، أم لا يحدث كما حدث في سوريا؟ ده سؤال. وأيضا هل تقسم مصر مع الحصار؟ الحصار قادم، جاي، إنما هتقسم مصر جزء للنصارى، وجزء للنوبة، وجزء لسينا، وجزء للسنة، وجزء خامس الله أعلم يدول مين. هل تقسم مصر؟ والسؤال الخامس، هل يقطعون عنا المياه بالتزامن مع الحصار؟ لما يحصروا مصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وكل أنواع الحصار، هل يقطعون عنا المياه بالتعاون مع أثيوبيا؟ ده تخطيط عالمي، ده تخطيط عالمي. مصر يراد تدمير مصر وسحق مصر وتخريب مصر. لذلك قلت وأقول أتوقع الأسوأ، للأسف الشديد أتوقع الأسوأ. مع كل هذا التصعيد، ألا يوجد رجل رشيد؟ ألا يوجد عاقل؟ ألا يوجد حكيم؟ التصعيد هذا إلى أين سيصل؟ إلى خراب البلد، إلى دمار البلد، إلى حصار البلد، إلى تقسيم البلد، إلى تجويع البلد، إلى تعطيش البلد. إلى أين سيصل التصعيد بالأحوال والأمور؟ آسف، هل أقدر أقول دلوقتي مصر راحت خلاص انتهت؟ مش قادر أسلم. لسه في محاولات لإيقاف هذا الانحدار والانهيار. لابد من محاولات. مصر ذات الثقل، الكل دلوقتي بيلف حواليها عشان يدمرها ويخربها. وقعت في الشبكة مصر وقعت في الفخ، مصر وقعت في المصيادة، وقعوها الكل، وقع مصر، وقعت مصر، خلي بالكو، وقعت وهتقع. لذلك نقول كفى تصعيدا، كفاية، الحقوا مصر بتغرق. آسف، يمكن غرقت. هذا نداء قلته زمان، قلت عن سوريا وقلت عن مصر. اليوم شوف الأحداث، تلاقي في الصعيد حرق للكنائس، وبعدين تطلع الجماعة الإسلامية، مع احترامنا لكل الجماعات، يقولوا قلة مندسة. يا رجل قلنا ما تطلعش، ما احنا قلنا مليون مرة ما تطلعش، هيخشوا في وسطيك، هيخشوا. والقلة المندسة دي، ده ولعت كنيسة واثنين وثلاث واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، والقلة المندسة ما سالت.
وبعد كده يقول لك وهنطلع تاني على النهاردة سلمية. سلمية منين انت؟ سلمية منين؟ والقلة المندسة دي انت هتجيبهم منين؟ تعرفهم منين؟ هيولعوا هيولعوا وهيحرقوا وهيولعوا مصر. القلة المندسة اللي انت ما انتش عارفها، ايادي خفية تعبث بمصر عشان يوقعوها. ده البيان. والبيان الثاني من جماعة الإخوان المسلمين، ما احترمنا لكل الجماعات، الأقسام اللي اقتحمت واتحرقت، وبعض المحاكم، وبعض مباني المحافظات، وبعض المباني الهامة. وبعدين بيان من جماعة الإخوان قرأته وسمعته يقول لك دي قلة مندسة، طبيعتنا مش الحرق. يا خبر، قصة القلة المندسة قلنا مليون مرة، وهيطلعوا النهاردة القلة المندسة، وهم اللي هيضربوا على الشرطة، وهيضربوا على الجيش، وهيتضرب عليهم، هم هيقتلوا وهيموت منهم. القلة المندسة هتحرق البلد. في أصابع خفية، في أيادي خفية تعبث بمصر. كفى تصعيدا، خلاص مستنين ايه؟ هنوصل لحد فين؟ هنروح لحد فين؟ القلة المندسة، القلة المندسة. في أصابع عارفين هي مش عارفينها، فوت عليهم الفرصة، تدهمش الفرصة، هيحرقوا تاني. النهاردة تسمعوا عن حرائق، وحتسمعوا عن أحداث قتل واقتحامات طبعا. والناس النهاردة طالعة بتغلي، وكلنا بنغلي على المجازر الوحشية التي رأيناها على الشاشات، على الطريقة الوحشية التي تعاملت بها الشرطة مع المواطنين، مع الشعب، مع المصريين. هذه طريقة إجرامية، مجرم. من فكر ومن دبر ومن أعطى الأوامر ومن وافق ومن نفذ؟ صحيح بيتعمل له غسيل مخ وأنا عارف إزاي وأنتم عارفين، ولكن هذا ليس مبررا، مش مبرر. الناس شتموا على الشرطة على المنصة وقالوا الداخلية بلطجية حرامية وكلاب الداخلية، قال كلام كتير. بيتاخد المقاطع دي وتتذاع على الضباط والمجندين، الداخلية حرامية، الداخلية بلطجية، الداخلية كذا، كلاب الداخلية، يشحنوا الناس فيطلعوا الضباط يضربوا في الناس يقتلوهم بهذه الوحشية. هذا ليس مبرر. إن كان اللي هتف أخطأ فده كلام، ده كلام. تطلع تموته، تطلع تموتها، هتقول لربنا ايه؟ هذه دماء، هذه ارواح، هذه نفوس، دول بشر بني ادمين لهم مكانة كبيرة جدا. عارف الامور ماشية ازاي، عارف الفتنة بتحصل ازاي. واحد يهتف هتاف والكل ورا منه، وبعدين التوجيه المعنوي يكرر ويشيل دول من دول ودول من دول. وبعدين 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 كلنا بنغرق، السفينة بتغرق بينا كلنا، كله المجتمع كله، اللي موافق واللي مش موافق، اللي راضي واللي مش راضي، المعارض والمؤيد، كله هتغرق بالكل. السفينة تتهاوى. أعود إلى الحصار. الحصار قادم قادم جاي. النبي اتكلم عن العراق وسوريا ومصر، خلاص ما ينطق عن الهوى، صلوات ربي وسلامه عليه. بس امتى هيحصل حصار مصر؟ الله اعلم، الاسبوع ده، الشهر الجاي، السنه الجايه، قادم. هل معاه احداث ثانيه؟ يقطعوا المياه نهر النيل مع اثيوبيا، ولا تقسيم، ولا غزو عسكري، ولا حرب اهليه، ولا ايه اللي هيحصل في مصر؟ الله اعلم، الله اعلم. استغفر الله، اتوقع الأسوأ. لذلك اقول لابد ان نتكاتف. واحد يقول نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ أنا هقول يعني بعض المسائل قليلة. اليوم البعض كتير بيتساءل، ما نخرج؟ إحنا مستنين إيه؟ ما نطلع، ده إخواتنا بيتقتلوا، ده إخواتنا بيتذبحوا، ما نطلع ندافع عنهم. ولما نطلع إحنا هنتذبح زيهم برضو. واحد يقول لك مش مشكلة، أيوة مش مشكلة، مفيش مشاكل، ندافع عنهم. وأنت قادر تدافع عن نفسك؟ وأنت هتطلع تدافع عنه؟ مش هتقدر، ولا تدافع عن نفسك حتى ولا عنه.
ما تقدرش. شوف إمكانياتك إيه، شوف وضعك إيه، ما تعملش زي الراجل في قصة سيدنا موسى، الراجل الإسرائيلي يطلع كل يوم يتعارك مع المصري ويتضرب. سيدنا موسى قال له إنك لغوي مبين، امبارح نادتني وجيت سلكتك، والنهاردة بتتعارك وجيت أسلكك. سيدنا موسى قال له إيه؟ إنك لغوي مبين. ده أنت غوي مبين، مش غوي أي كلام، إنك لغوي، وكل يوم تتضرب تتعارك وتتضرب، ما عندكش القوة، أنت ما عندكش القوة تتعارك مع ده، بتتعارك ليه؟ أدي العقل، أدي القرآن، أدي الموازين. ومع هذا، ومع هذا جاء في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، النبي يقول للصحابة وبيقول للمسلمين اللي جايين في كل الأجيال والقرون عبر الزمان: يأتي عليكم زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. الشرح بالطريقة بالراحة، النبي يقول للصحابة هيجي زمان، أحداث في آخر الزمان، يخير الرجل بين العجز والفجور. لو ما طلعش الناس يقولوا عليه عاجز، يقولوا عليه سلبي، يقولوا عليه متخاذل، يقولوا عليه بيضيع حق إخوانه، يعير، تبقى تهمة، أنت عاجز، أنت سلبي، أنت متخاذل، أنت متواطئ، حتى أنت عميل، أيما كانت التهمة. يأتي عليكم زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور. لو طلعت تدافع عن إخوانك هتتهم من الآخرين إن أنت فاجر، إن أنت بتحرق، إن أنت بتخرب، إن أنت بتهدم، تتهم بالفجور. ده من أجهزة الإعلام اللي أنتوا عارفينها. لو طلعت، وللعلم مفيش غير إحنا اللي في المشهد، حتى اللي بيتقتلوا، معظم اللي بيتقتلوا من أصحاب اللحى، القناص بينشن على الملتحي، الصور معظمها لأصحاب اللحى، إحنا اللي في المشهد، وإحنا اللي في الشارع، وإحنا اللي بنتشتم، وإحنا اللي بنتهان، وإحنا اللي بنتهاجم، المنقبات والملتحين، إحنا اللي في المشهد، إحنا اللي شايلين الشيلة كله، إحنا اللي بنحاسب على الطرفين، بنحاسب عن ده وبنحاسب عن ده، مفيش غير إحنا اللي في المشهد. ومع هذا أقول: لو طلعنا هيقولوا الفجور، كل التهم هتتلزق فينا، حرق الكنائس هتلف وترجع فينا، اقتحام الأقسام هيتلزق فينا، مش هيقولوا بقى قلة مندسة، لا هيروح، مش هيتقال قلة مندسة، هيقول السلفيين، الإرهابيين، هيقولوا السلفيين، المتعصبين، المتخلفين، الوحوش، هيقولوا المتطرفين. لو طلعنا وبين احنا اللي في المشهد، كنيسة تتحرق هتبقى احنا، قسم يقتحم يبقى احنا، محكمة تتحرق هيبقى احنا، مبنى للمحافظة يحتل ويحرق هيبقى احنا، كل المصايب اللي في الدنيا هتترمى علينا ونبقى احنا متهمين في الفجور. طب الناحية التانية ايه؟ لو ما طلعناش اخواننا هيتهمونا بالعجز، اتخليتوا عنا. طب يا حبيبي يا رسول الله اختار لي اعمل ايه؟ النبي يقول اختار العجز على الفجور صلى الله عليك. اخترت لي يا رسول الله، انا كنت حيران، كنت عايز اراضي اخواني، كنت عايز ابعد من تهمة السلبية هذه. لا، النبي يقول اختار العجز، تختارش الفجور. مرة اخرى النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لأصحابه: يأتي عليكم زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور.
لو اتهمتوا، لو الناس عيروكوا، لو كل الطبقات في المجتمع عيرتكوا بحاجة من الاثنين، اختاروا ان هم يعيروكوا بالعجز، يتهموكوا بالعجز احسن ما يتهموكوا بالفجور. النبي اللي اختار لنا صلوات ربي وسلامه عليه، الحديث رواه الامام احمد وابو يعلى والحاكم، وقال على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في التلخيص، قال فعلا حديث صحيح على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم، وقلت لك في مسند الامام احمد. واحد يقول ما يمكن الحديث ده ما جاش زمانه، ممكن ممكن انت تقول الحديث لسه ما جاش زمانه، ممكن، وانا شفت ان ده زمانه وده اوانه، خلاص انت حر، ما بلزمكش انت تقول لسه الحديث ده لسه هيجي على راسي، حاضر انا شايف ان هو ده وقته وزمانه، والحاضر انت كمان ما تغلطنيش على طول، انت مش صح على طول، انت مش صح على طول ولا انا صح على طول، وبالتالي خلاص انا قلت الحديث ده هو ينطبق على الوضع بتاعنا تماما، وانت حر. معترض بتقول لا لسه ما جاش، فيش الزام، كله يقبل ان شاء الله. فتنه، تخيل واحد يقول طب ما تختاروا التهمه الثانيه، ما اطلعوا ولو اتهمتم بالفجور. يا راجل بقول لك الرسول اختار لنا التهمه الاولى. واحد يقول ما يهمكمش، ما اللي هيتهمكم بالفجور دول مين؟ ما انتم عارفينه، القنوات الفاسده هذه، العلمانيين والليبراليين لو طلعتوا هيقولوا عليكم فجره ويعلقوا عليكم كل، لا تعبأ بهم. ازاي ده دول بيهيجوا الناس علينا، الناس اللي انا وانت عايشين معاهم، هيهيجوا اللي انا وانت عايشين معاهم في المواصلات، يتهمنا انا وانت بالفجور وما يسمعش لا مني ولا منك، وانا ماشي في الشارع وانا بتعامل مع الناس هيتهموني انا وانت بالفجور بالكذب والبهتان. بس النبي قال بلاش التهمة دي، خليكم في التهمة الأولانية، يخير فيه الرجل بين العجز والفجور، من أدرك منكم ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. يتقال عليك عاجز وسلبي ومتخاذل، أهون ما يتقال عليك أنت السبب، أنت اللي حرقت، أنت اللي خربت، أنت اللي دمرت، انت اللي سويت، انت اللي عملت احسن. هذه كلمات اللي موافق عليها الحمد لله، اللي ما اقتنعش برضو الامر واسع، مش حتى مش هنختلف حتى بيننا وبين بعض ولا هنحارب، كفى كفاية. اللي شايف حاجة صح ترضي ربنا تقربه من ربنا يعملها ربنا يوفقه، اللي شايف انه بيتعامل مع الله بيتقرب الى الله بأي عمل ربنا يلهمنا الصلاة والسداد. كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا قام لقيام الليل يستفتح الصلاة يقول اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يا رب اهدينا، يا رب اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يا رب الهمنا الصواب، يا رب الهمنا السداد، يا رب الهمنا الحكمة، يا رب الهمنا التوفيق، يا رب احمينا واخواننا وأهل وطننا، يا رب نجينا، يا رب عافينا، يا رب احفظنا، يا رب اصرف عنا، يا رب احفظ البلاد والعباد، يا رب احفظ البلاد والعباد، يا رب لا تمكن منا الأعداء،
يا رب لا تمكن منا المنافقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، عندي كلام كثير والله أقوله عن الداخل وعن الخارج، عندي كلام كثير ولكن لا أستطيع أعمق الفتنة. لو تكلمت أشحن النفوس، لو تكلمت أشعل الأجواء، أعكر الأجواء، أساهم في تعميق واتساع الفتنة. لذلك لا أتكلم. وقع اللسان، ربما لو تكلمت يكون كلامي أشد من طلقات الرصاص. لذلك لا أتكلم وأحتفظ، أحتفظ بما أريد أن أتكلم به في داخلي، على غيظ والله، وعلى حزن، وعلى ضيق، ولكن لا أستطيع. أشعل الفتنة أكثر، أعكر النفوس والنفسيات أكثر، أساهم أكثر في تدهور أوضاع. لذلك لا أتكلم. البعض يقول نريد توضيح، صحيح أنت معذور. البعض يقول نريد شرح، نريد بيان. بين، بين، اشرح، وضح، أنت معذور. وأقول أنا برضو معذور، ما أقدرش، ما أقدرش. الكلام مش سهل، الكلام مش هين، الفتن كده، ما أقدرش. يا دوبك الكلام على قد اللي قلته. حديث، حديث عن العراق وسوريا ومصر، حديث عن العجز والفجور، حديث عن الأحوال، بس ما أقدرش. إنما أقول استعينوا بالله، استغيثوا بالله. وعارف البعض من اللي قاعدين يقولوا إيه، أنت بتقول لنا ادعوا ربنا وانت قاعد، وإحنا قاعدين الرد حتى غير جيد، الرد مش كويس. أمال أنت عايز إيه؟ أقول لك ادعي ربنا، ده الدعاء سلاح. يمكن واحد فينا يدعي بإخلاص ربنا يحل لنا المشكلة دي اللي مش ملهاش حل. المشكلة بتاعتنا دي ملهاش حل إلا عند ربنا سبحانه وتعالى. يمكن واحد يدعي ربنا بإخلاص ربنا يحل لنا الإشكالات دي كلها، حل يرضي جميع الناس، يهدوا يهدوا وتمر الفتنة دي بأقل قدر من الخسائر. زي ما قلت لك الحصار جاي جاي، بس هل معاه قطع ميه؟ ندعي ربنا يخفف عننا. هل ده هتقسم مصر؟ ما تدعي ربنا انه يحفظ البلاد والعباد. انت ادعي ربنا عشان زي ما احنا تعلمنا من الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، البلاء ينزل، البلاء ينزل والدعاء يصعد، يعتلجان، ايهما كان اقوى غلب على صاحبه. لو البلاء نازل تقيل والدعاء طالع تقيل ممكن يرده خالص، او يرد منه نصه او ثلاث ارباعه او جزء منه، على قدر الدعاء، على قوة الدعاء. يترفع البلاء كله، يا نصه يا نص تلته، اي حاجة نخفف. فاللي يقول الدعاء هيعمل ايه؟ احنا ندعي واحنا قاعدين. فضل انت روح، فضل فيش مشكلة، بس الدعاء النبي علمنا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، مما نزل ومما لم ينزل. العبادة، النبي يقول لنا العبادة في الهرج كهجرة الإلي. الهرج، التشتت، تشتت الأذهان والقرارات والنفسيات. العبادة في الهرج كهجرة إلي. الذكر الكتير مفتاح كل خير، مفتاح الفرج. الذكر، قراءة القرآن وتدبر القرآن والإقبال على القرآن،
وإمساك اللسان، إمساك اللسان والتباطؤ في الفتن. في الفتن النبي يقول لنا تباطؤوا، اللي قاعد أحسن من اللي واقف، واللي واقف أحسن من اللي ماشي، واللي ماشي أحسن من اللي بيجري، واللي بيجري أحسن من اللي راكب على حاجة أسرع، واللي نايم أحسن من اللي يقظان، وهكذا بالراحة حتى تتضح الأمور. في أمور كما ذكرت مش هقدر أتكلم عليها، ما أقدرش، في حاجات مش واضحة، في حاجات غامضة، في لعبة عالمية، في مؤامرة كبرى، أمريكا والاتحاد الأوروبي وتركيا وقطر وغيرهم، في أصابع، في سيناريو كبير جزء منه في الداخل وجزء في الخارج. ما أقدرش أهيج الناس على بعض، أهيج الدنيا على بعض. في أمور غامضة، بالراحة بالراحة. الناس هتعايرنا، حاضر. عجزة، سلبيين، حاضر. متخاذلين، قابلين، حاضر. عارفين النبي قال لنا ايه؟ صلوات ربي وسلامه علي. الناس هتقول كلام كتير، حاضر. واحدة واحدة، ما ينفعش زي اللي ماشي في شبورة، ما ينفعش تمشي بسرعة تضيع نفسك واللي راكبين معاك. مش هتضيع نفسك لوحدك، انت واللي وراك، انت واللي معاك واللي وراك. في ضباب، في حاجات غامضة، بالراحة. يوم بيوم، متر بمتر، شبر بشبر، لحد ما نعدي إلى بر الأمان. هذا بعض أو جزء مما في داخلي. رجاء عذري، رجاء عذري، ادعوا لي وادعي لكم وندعي لكل الناس. الموضوع أكبر من هذا بكثير. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب انظر إلينا نظرة أمن وأمان. يا رب انظر إلى مصر وسوريا والعراق نظرة حفظ وهدوء وطمأنينة واستقرار. يا رب انظر إلينا نظرة رحمة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. يا مدبر الأمور دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. يا رب اجعل مصر في حفظك وأمانك وضمانك. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ المصريين، اللهم احفظ المصريين والسوريين والعراقيين والفلسطينيين والبرميين، واحفظ المسلمين في كل مكان، واحفظ المسلمين في كل زمان. اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. برضو من باب بشروا ولا تنفروا، أذكر لكم بشارة إن شاء الله في هذا الظلام وفي هذا السواد، أذكر لكم بشارة إن شاء الله. ولكن قبل البشارة دي عايز أقول أن الوضع بتاعنا في مصر زي نار، نار مش عللة. وبعدين النار دي قربت تطفى، كل ما تيجي تطفى واحد يروح كابب عليها بنزين ولا جاز ويرمي عليها حمية. عارفش تعرف الحمية ولا لأ؟ نار. كل ما تيجي تطفى واحد يروح جرم عليها بنزين وحمية تشعلل، وبعدين تيجي تطفى حد يروح جرم عليها تاني. يا جماعة طفوا النار، سيبوها هتطفى، بس ما حدش يشعللها.
كل شوية بتتشعل تاني وتاني وتاني. سيبوها، هدوا الأمور، هتهدى، هتطفى النار دي إن شاء الله. بالنسبة للبشارة، الحديث بتاع العراق وبتاع سوريا، الحديث اللي أنا قلته ده في صحيح الإمام مسلم في باب الفتن، آخر مجلد من مجلدات الإمام مسلم، راجع الحديث وشوف شرحه. بعد منه بعدة أبواب في حديث تاني برضو في صحيح الإمام مسلم عن سيدنا جابر رضي الله عنه. الحديث الأولاني اللي أنا ذكرته حديث سيدنا أبو هريرة، لأن في الآخر سيدنا أبو هريرة قال إيه؟ شهد على ذلك لحم أبو هريرة إيه؟ ودمه. قال الكلام اللي أنا سمعته ده لحمي شهد عليه، وحتى دمي شهد أن أنا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اتكلم فيه عن العراق وسوريا ومصر. الحديث الثاني في صحيح الإمام مسلم سيدنا جابر رضي الله عنه قال، بيتكلم نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قيل: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. هنا النبي خد بالك، شوف الإعجاز، لما النبي جه يتكلم عن الخارج عن الأعداء قال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. بدأ بالقفيز قبل الدرهم، لما قال منعت العراق قال درهمها إيه؟ لما هم يمنعوا منعوا الدرهم والقفيز، لأن من الداخل اللي قبله من الخارج يمنعوا عنهم إيه؟ دي حاجة عايز أشرحها على الصبورة، بس فيها إعجاز. المقصود: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قيل: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم. قال: ثم يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قيل: من أين ذلك؟ كلام للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من قبل الروم يمنعون ذلك. قال سيدنا جابر: ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنية، ثم قال: يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا ولا يعده عدا. انتهت الرواية. في الرواية الأخيرة دي النبي بيتكلم عن حصار العراق من الخارج العجم، وحصار سوريا من قبل إيه؟ الروم. ما جابش سيرة حصار مصر. واضح إن في حاجة تختلف عن حصار العراق وحصار سوريا. احتمال ان الحصار ده ما يطولش، يعني يتفض بسرعة، او يعني الله اعلم ايه الظروف يعني. وبعدين سيدنا جابر سكت، وقال النبي سكت شوية بعد ما اتكلم عن حصار العراق وسوريا، وبعد كده النبي قال: يكون في اخر امتي خليفة يحث المال حثيا ولا يعد عد. الحتة اللي النبي سكتها هي دي اللي تتعلق بمصر. خدت بالك ولا؟ الحتة اللي لابسة كتها في الحديث هي دي اللي ايه تتعلق بعد حصار مصر المهدي، يجي الفرج الكبير بإذن الله. عرفت؟ وبرضو الحتة اللي النبي سكت فيها فيها حدث تاني، يعني مش هتكلم فيه دلوقتي عشان ما نفشحش باب للجدل والكلام الكتير. الهنية اللي النبي سكت فيها بعد حصار سوريا دي تتعلق بمصر وحدث آخر في المنطقة. وبعد كده النبي قال: يكون في آخر أمتي خليفة، اتكلم عن الخليفة الباقي المهدي اللي هيطلع. فإحنا إن شاء الله على مشارف الخلافة، على منهاج النبوة الخلافة الأخيرة إن شاء الله. بس هي الحدث اللي تعلق بمصر، وهي الفترة دي اللي عامله لنا ألم ألم، لأن إحنا بنتكوى كل يوم، مش بنتكوى بنتشوى، ما احنا بنتابع الاخبار يوم بيوم، المزاج مقريف والنفسيه الناس كلها كده، مش احنا بس، احوال صعبه جدا. فبنناشد كل الاطراف، وانا مش بقول مين غلطان ومش مين مش غلطان، ازاي وصل الحاجات دي، خلاص. بس احنا دلوقتي عايزين ننقذ ما يمكن انقاذه، ما يمكن نخفف الاحداث اللي جايه على قد ما نقدر نستبشر يعني خير ان شاء الله. ننتظر الخير، سددوا وقاربوا، كل واحد على قد ما يقدر يعني ايه يقلل
ما تزعلش حد، لو حد زعلك زي بعضه، بس انت ما تزعلش حد، استحمل، اصبر، فوت، ها، على قد ما نقدر لحد ما تمر الغمه دي، واستعدوا للحصار. استغفر الله، رجعت تاني اقول لكم على اقول لكم ايه، استعدوا للحصار. يعني كل واحد بقى يرتب يشوف، لو اتمنع عننا كذا نتصرف ازاي، لو اتمنع عننا كذا نتصرف نعمله ايه، ان الحصار موجود. منعت مصر اردبها، ده هيحصل، هيتمنع الاستيراد والتصدير. فلذي حالتنا لا في الاستيراد ولا في التصدير ولا، انما حياته بقى متوقفه، حاجات بتيجي بتستورد بتتصدر، حاجات بيشتريها، حاجات كذا. ده لازم يبتدي يفكر في المرحله القادمه والتصعيد اللي ما احناش عارفين هيوصل لحد فين، والاحداث هتمشي ازاي، واللي بيلعب ده ما بيبطلش لعب. الاصابع فات منه سبب، هيدور على سبب تاني وتالت. ربنا يستر، ربنا يستر، وربنا يحمينا ويحميكم ويحمي كل المصريين، وينجينا من الغمه والكرب ده على خير. وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يعني يهون علينا ويمرره مرورا عاجلا سريعا باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.